في فرق بين الحزن والاكتئاب. ايه الفرق بين الحزن والاكتئاب؟ الحزن بيبقى شيء من ان انا مثلا بتلاقي فيه اهمال في النفس شويه، اهمال ما بتلاقيه ما بياكلش، تلاقيه مثلا الذكريات شغاله على طول، الحلو والوحش في دماغه. الاكتئاب بنخش في مرحله العزله واسقاط على الذات، تلاقيه يعني قافل على نفسه، مش بيشوف حد خالص. خالص بقى دخل في دور الاكتئاب، مش عايز يشوف اي حد، وخايف حد يكلمه في الشخص اللي فقده. لان دي بين زون، مرحله الألم، منطقه الم عنده، فهو خايف يخش فيها تاني، هو تقوقع نفسه. هنا هنخاف، هنا دخلنا في اكتئاب. لازم المحيطين بيهم يكونوا واقفين جنبه وقادرين يميزوا كل ده. لازم يبقى في مراحل معينه نساعدهم. طب لو كان مثلا بيكلمه كل يوم او بيحس ان هو موجود، ده طبيعي ولا ده لا؟ لا، دي ده موضوع تاني بقى. في ناس تقول لك ايه، انا بشوفه في عصفوره، بشوفه في بيكلمني فراشه موجوده في البيت، دي روحها موجوده معانا. انا سمعت حاجات غريبه. إيه دي حاجات غريبه؟ دي حاجه بنصبر نفسنا ليها. مفيش حاجه علميه بتقول الكلام ده، دي تهيؤات كلها بس بتبسطنا. لا، ده تخدير للالم، ليس الا انا بخدر الالم اللي عندي. بنطبطب على نفسنا، بنطبطب على نفسنا. لكن هل ده واقع؟ لا، ده مش واقع. مفيش حاجه بتقول كده، تقول لك روح دخلت في روح فبتجيلك بشكل تاني. ايوه، في حد يقول لك انا سمعت خطوه رجله ونفسه. ايوه، وجالي بالليل وجالي مش عارف ايه. مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ولا خطوه رجل، ولا حسيت ان هو موجود. مفيش الكلام ده خالص، ولا حسيت ان حد عدى. لا، احنا عايشين بس في فتره، مرحله معينه، هما مش شايفيننا وحوالينا. لا بصي، الديتيلز قوي دي لازم نسال اصحاب علم متخصصين في حاجه زي كده. بس التهيؤات ان هو جه وكلمنا ومشي من قدامنا دلوقتي والكلام ده كله، زي ما بقول لك احنا تخدير للوجع اللي جوانا ليس الا. بس يعني في ناس تحب تقول لك انا حاسه ان هو موجود، انا حاسه ان هو حواليا، حاسه انه سامعني، انا حاسه انه شايفني، انا حاسه انها كانت فرحانه. ما بحبش اقول عشان مش حد بيصدقني، بس انا بيبقى في كلام بيني وبين الميتين اللي كانوا في حالتنا، في ناس كتير مقتنعه بده. طب ده ايه؟ ده لا، ده حسب بقى الطب النفسي. تعالي بقى قولي للاهل، وفي حاجات برضو مش اهل ثقه. انا ما اسالش فيه دي، لازم الناس دي تفوق. كل ده في مرحله الانكار. يعني لو واحده مثلا فقدت امها، هي وحاسه ان مامتها دايما حواليها، بتعمل كل حاجه حلوه عشان خاطرها، هنقول ببسطك زي ما كنتي موجوده. لا، او جده او اخت. ده بقى علاج الفقد ازاي؟ ان احنا نعمل اللي انت بتقولي عليه ده. ان انا مثلا هم كان لهم رساله معينه كملوها. لو كنت موجوده you will be so proud، كنت فخوره بيا جدا. بالظبط، زي ما بقولها لك، في قضيه معينه هم كانوا متحمسين ليها، انت كمليها. رساله معينه انت كمليها. حبايب، شخص عزيز انت فقدتيه، انت كملي ووديهم. طب هي دي ليها درجات من القوه؟ يعني قصدي ان في ناس بتبقى متماسكه. يعني انا فاكره لحد النهارده انه كان في ام فقدت ابنها، وكنا في مرحله الجامعه وكان ابن وحيد، هي اللي بتطبطب علينا يا غاده، لدرجه ان انا دخلت شفتها فضلت ابصلها كده، قلت وهي شخصيتها مش قويه قوي كده، الشخصيه بتبان، بس نازل عليها سكينه يا ربي، سبحانك سبحانك سبحانك. انا فضلت واقفه كده، هي اللي بتطبطب علينا تقول لنا معلش. ما نفرحش قوي. انا بحكي لحد النهارده القصه دي، ما نفرحش قوي لحد النهارده. احنا بقالنا مثلا بتاع ايه، هقول لك بتاع 11 سنه لغايه النهارده هي ثابته. احنا لازم نعيط. يعني اللي هي الشو اللي هي عاملاه، او مش الشو، او المنظر اللي هي عاملاه قدام الناس انها متماسكه، في حقيقه الامر هي مش ممكن تكون متماسكه. فهي الفكره بس هي سكينه. يعني هتعيط، بس في ناس لازم تطلع اللي جواها. طب اللي بيعيط بصويت وبيدبدب في الارض ويخبط، وده ايه ده؟ صح، بقول لك يختلف من شخص للتاني. لكن هو الصح، عشان الصحة النفسية أنا لازم أطلع الجواه، يهمنيش كلام الناس. أنا عايز أعيط هعيط، أنا مش عايز أعيط ما أعيطش. في ناس تقعد تقول لك ده ما زعلش على مراته، ما خدش وقته. لا، سيبوا الناس في حالها، ما فيش حد بيحس بالألم إلا ما بيمر بنفس الظروف. لا، وفي ناس بتبقى مؤمنة بقضاء الله وقدره. وفي ناس كده، وفي ناس المرحلة بتاعتها خلصت، بتاعت الدناينج، الغضب اللي بنقوله خلاص. تعالى الست كانت بتقول لك ربنا جابه وربنا أخده وربنا رايد لي كده. ده بس ايمان، ده جميل. ما بقول لك هي دي بقى، مش اللي بتعمل الشو. عشان بقول لك انا جميل. شفتها وهي بتقول ربنا جابه وربنا اخده وربنا عايز كده. بس لازم في مرحله ان انا اطلع اللي جوايا،
لازم اعيط، لازم ابكي، لازم اطلع الغضب اللي جوايا عشان ده استشفاء. انا بشفى كده من يعني زي ما الحاج يسري عمل اول ما الحاجة هنا الله يرحمها توفت، عيط بعد بالزبط. كده النهارده هو انت حسيتي ايه الاول قبل ما انا لحق؟ انا عايزه اقول لك حاجه، لا ده جميل قوي الراجل ده، انا قعدت اتكلم معاه قبل ما ندخل. جميل. لا بس حسيتي ان هو صادق. بقى عايش كويس، بقى كويس صادق، ولا احسن كتير طبعا؟ اكيد اكيد. الوضع اللي انا شايفاه في حاجه اسمها كده؟ طبعا طبعا ده طبيعي. هو في مرحله على فكره لسه اللي هو يعني نقول المساومه،